تحية طيبة أعزائنا المتداولين. تخلت سوق الأسهم الأمريكية عن مكاسبها في الأسبوع الماضي بعد الانتخابات، حيث انخفض أسهم التكنولوجيا بقيادة شركة أبل في الأسبوع الماضي، فخسر مؤشر اس بي 500 بنسبة 1.6%، وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي اي سي اي بنسبة 0.5%. وعكست مؤشرات الأسهم العالمية الرئيسية تحركاتها من الأسبوع الماضي، وسجل مؤشر نيكي 225 أكبر تغير، حيث انخفض بنسبة 2.6%. كما عكست تحركات الأزواج العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي من الأسبوع الماضي. مع ذلك استمر الدولار الأسترالي في الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أكبر تغير، فقد ارتفع بنسبة 1.5%. إن تقرير طلبات السلع المعمرة في الولايات المتحدة ومحضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر عقده يومي الأربعاء والخميس على التوالي هي الأحداث الاقتصادية الرئيسية في هذا الأسبوع، ومن المرجح أن تكون أحجام التداول أصغر بسبب عطلة عيد الشكر في هذا الأسبوع. عموما هذا ما نستطيع قوله فيما يتعلق بالأسبوع الجاري. ختاما نتمنى لكم تجارة مربحة مع شركة IFC Markets. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.